السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا أن نلخصوها لاكتيفيتي ديال لا برودكسيون إكريت. كما تعرفوا في لا برودكسيون إكريت إن شاء الله غادي تكونوا مطالبين أنكم تكتبوا أن تكست أرغيمونتاتيف، ماشي أن تكست ناراتيف أو بيان ديسكريبتيف أو بيان أنفورماتيف، لا أرغيمونتاتيف. دونك غادي نحاول انني في هاد لا فيديو نشرح لكم واحد ثلاثه ديال لي بلون اللي ممكن انكم تخدموا بهم باش تصاوبوا ان تيكست ولا باش تكتب ان تيكست ارغيمونتاتيف. دونك باش نشرح واحد القضيه بانه كاين اللي تيقول بانه راه هو اللي كيختار لو بلون اللي بغا، لا راه لو سوجي هو اللي تي امبوزي عليك لو بلون باش غادي تخدم. هاد النقطه ديرها في البال ان شاء الله، وحاولوا انكم تتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا ان شاء الله. دونك على بركه الله غادي نبداو بروميرمون بلو بلون بروغريسيف او سامبل، يعني ما كنسميوه بروغريسيف او سامبل. اشنو كنديروا في هاد لو بلون progressif ou bien simple. Je donne mon point de vue et je le justifie en donnant des arguments. Je donne mon point de vue, يعني كنعطي رأيي. Je le justifie, يعني تنعلل. En donnant des arguments, يعني واحد المجموعة ديال الحجج. يعني منين كنعطي الرأي ديالي كندافع عليه بواحد المجموعة ديال الحجج حسب العدد اللي بغيت أنايا، واش جوج ثلاثة وبواحد المجموعة ديال الأمثلة إلا قدرت أنني إلا عندي أمثلة ممكن أنني ناخذها من الحياة اليومية، ولا ممكن أنني ناخذها من شي فيلم، ممكن أنني ناخذها من لي زوفغ اللي قريت عندي اللي عندي في لو بروغرام اللي هي لا بواط ميرفي لو ديرني جور دان كونداني أو بيان أنتيغون. دونك هنايا غنشوفوا أن إكزومبل دان سوجي اللي ممكن اننا نخدمو به في اللي كي امبوزي علينا اننا نخدمو بلو بلون سامبل او بيان بروغريسيف. فيكتور هيغو بونس كو لا بين دو مور اي تان شاتيمون اونيمان، قالوا لنا هنا فيكتور هيغو كيعتقد بانه لا بين دو مور عقوبه الاعدام اي تان شاتيمون، يعني شاتيمون هي عقوبه اونيمان غير انسانيه. هنا فيكتور هيغو كيعتقد بانه ولا كيشوف بانه عقوبه الاعدام هي واحد العقوبه غير انسانيه. ادفو داكور افيك لوي، قال لي واش انت ولا انت متفق مع فيكتور هيغو في هذه الفكره. الوغ هنا كما تعرفوا في لو تيكست ارغيمونتاتيف عندنا 3 فاز، عندنا لانتروديكسيون مقدمه، ديفلوبمون العرض، او لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه. فوالا هادو هما لي 3 فاز. بالنسبه فين عندنا الاختلاف لي بلون كاملين، الاختلاف فين تيكون هو في لو ديفلوبمون. لي بلون كاملين الاختلاف تيكون كما قلت لكم في لو ديفلوبمون. الوغ هنا بالنسبه لو بلون بروغريسيف و سامبل في لو ديفلوبمون كنخدم على جوج ديال النقط. النقطه الاولى هي مون بوين دو في، يعني كنجي ديريكتومون في العرض وكنعطي الراي ديالي ديريكتومون، كنعطي الراي ديالي الشخصي، كنقول انا كيفاش كنشوف مثلا عقوبه الاعدام، واش واحد العقوبه اللي هي غير انسانيه، عقوبه انسانيه، عقوبه رديعه، كيفاش كنشوفها انا، يعني كنعطي الراي ديالي الشخصي من جهه عقوبه الاعدام. الوغ ملي كنعطي الراي ديالي الشخصي كنجي خصني ندافع كما قلت لكم على داك الراي ديالي بواحد المجموعه ديال الحجج اللي كنسميوها لي زارغيمون. الوغ هنا كنعطي واحد deux arguments ou bien trois. Donc on a l'argument le premier, argument 2, argument 3. Had les arguments ado, on essaie de les développer, يعني كنشرح مثلا اللي قلت انه la peine de mort est un châtiment inhumain. علاش اشنا هما الحجج اللي كيبينوا لي بانه هذه العقوبه راه عقوبه غير انسانيه. يعني كنعطي الحجه الاولى، كنعطي الحجه الثانيه، وكنعطي الحجه الثالثه. ممكن انه في كل حجه ممكن نعطي معها واحد المثال، الا قدرت نعطي مثال لي زارغيمون بثلاثه مرحبا، قدرت اننا نعطي الجوج مرحبا، قدرت اننا نعطي الواحد مرحبا. يعني ماشي مشكل، ماشي بالضروري انك تعطي 3 زارغيمون مع ثلاثه ديال الامثله، لا ممكن تعطي ارغيمون 3 زارغيمون تعطي مثال واحد، ولا تعطي جوج ديال لي زارغيمون وتعطي مثال واحد، ولا تعطي ثلاثة ديال لي زارغيمون تعطي جوج ديال الأمثلة. يعني عندك الاختيار، قدرتي تعطي ثلاثة راه ماشي مشكل. دونك هادشي اللي عندنا في لو بلون بروغريسيف أو بيان سامبل. دونك غندوزو لو دوزيام لو بلون اللي هو لو بلون كونسيسيف. لو بلون كونسيسيف أوغ لا إيسي أشنا هو لو بلون بروغريسيف. جاكسبت بارسيالمون أن بوان دو في سويفي دون ريفيتاسيون. جاكسبت يعني تنقبل بارسيالمون جزئيا
un point de vue يعني واحد تعتني واحد سوجي تعتني في واحد سوجي واحد الرأي، ولكن انا ما كنقبلوش كليا، كنقبلوه جزئيا يعني بواحد النسبة ديال 50% 60% 70% يعني ما تنقبلوش 100%. دونك هذا في لو بلان بروغريسيف سويفا دون ريفيتاسيون، يعني تيكون متبوع داك القبول تيكون متبوع بواحد الرفض. يعني كان قبل كنقول انا مع ولكن يعني ضروري بعض المرات كيكون عندنا واحد الراي مثلا تنكون متفق مع واحد الشخص في واحد الراي، ولكن ما تنكونش متفق معاه كامل، يعني تنكون متفق معاه في بعض الحوايج بعض النقاط، ولكن نقاط اخرى تنكونوا متعارضين فيهم. دونك هذا هو سكون ابل لو بلان بروغريسيف. الوغ سا ان اكزومبل، هذا سي ان اكزومبل اللي شناه في لو بلان بروغريسيف او بيان سامبل. Victor Hugo pense que la peine de mort est un châtiment inhumain. Êtes-vous d'accord avec lui? Déjà, sur le sujet, le sujet, on peut faire le juge des plans. Et nous, on peut dire que nous avons un droit de Victor Hugo. Nous avons dit que Victor Hugo pense que la peine de mort, ou qui pense que la peine de mort est un châtiment inhumain, Voilà. دونك هنا غادي نشوفوا ثاني الاختلاف فين كاين. كما قلت لكم الاختلاف تيكون في لا فاز ديال لو ديفلوبمون، يعني في لو ديفلوبمون ما غاديش يكون بحال كما شفنا في لو بلان بروغريسيف او بيان سامبل. الوغ عندي لي تخوا فاز، انتروداكسيون دونك كونكلوزيون، ما تيكونش واحد الاختلاف كبير بالنسبه لي بلان. فين كاين الاختلاف كما قلت لكم؟ تيكون عندي في لو ديفلوبمون العرض. يعني هنا تنخدم على ثلاثه ديال النقاط. اشنو هما ثلاثه ديال النقاط؟ بروميرمون accepter le point de vue. هنا فيكتور هيغو قال لي لا بين دو مور اي ان شاتيمون انيما، انا خصني نقول بانه فريمون لا بين دو مور اي ان شاتيمون انيما. خصني نقول في البدايه ديال العرض بان عقوبه الاعدام راه هي عقوبه غير انسانيه. باش غادي نبدا هذه الفقره؟ غنبداها بتخوا كونيكتور، واحد من هاد لي تخوا كونيكتور لوجيك، واحد فيهم ممكن نختاره. غنقول سيغت لا بين دو مور اي ان شاتيمون انيما، ou bien il est vrai que la peine de mort est un châtiment inhumain, ou bien il est indéniable que la peine de mort est un châtiment inhumain. غنختار واحد من هاد ثلاثه ديال لي كونيكتور لوجيك، يعني وكاينين دوطخ، كاينين وحدين اخرين. الوغ هنا ملي تنكسبتي لو بوان دو في، كما قلت لكم خصني ضروري منين انا وافقت على داك الراي ديال فيكتور هيغو خصني ندافع عليه بواحد المجموعه ديال الحجج. الوغ هنا ملي كنوافق عليه كنعطي بعض ديال لي زارغيمون، كندير لارغيمون الاول، لارغيمون الثاني، لارغيمون الثالث، على حسب انا شحال قدرت. واش قدرت نعطي دو زارغيمون؟ قدرت نعطي تخوا؟ ماشي مشكل، ممكن انك تخدم بجوج الا خفتي انك تكون خفتي انك تطول، لانه نهار الامتحان ان شاء الله راه تيطلبوا منك انك تكتب يا اما ان تكست اون اون كانزين دو لين او بيان اون اون فانتين دو لين، يعني يا اما في 15 سطر واما في 20 سطر. الى قدرتي انك تعطي تخوا زارغيمون وعارف راسك بانك ما غاديش تفوت 20 ولا 15، ممكن انك تكتب تخوا زارغيمون. قدرتي تعطي جوج اعطي جوج. الوغ دوزيام بوان اللي هي ريفوتي، يعني كما قلت قبلت هذاك الراي، دابا غادي نرفضو، غادي نرفض هذاك الراي. يعني قلت نعم ودابا غادي نقول ولكن، غادي نقول اشنو هما لي بوين اللي انا ما متفقش مع فيكتور هيغو فيهم. باش ندوز من النقطه الاولى للنقطه الثانيه، يعني باش ندوز من الفقره الاولى للفقره الثانيه، غادي نبدا بواحد من هاد لي كونيكتور لوجيك، يا اما مي يا اما اون ريفونش او بيان توت فوا نيومو بورتون. واحد في هاد لي كونيكتور لوجيك، سو سون دي كونيكتور لوجيك كون بي يوتيليزي بور اكسبريمي لوبوزيسيون، يعني باش كنبين المعارضه، لانه الفقره الاولى النقطه الاولى راه مضاده معارضه النقطه الثانيه. و كنعطي لي زارغيمون ثاني، كنقول اشنو هما النقط الثانيه فاش ما متفقش. كنقول لارغيمون الاول، لارغيمون الثالث، و لارغيمون الثاني، لارغيمون الثالث. وممكن انني نعطي واحد المجموعه ديال الامثله الى بالاستطاعة ديالي، انني ممكن في هذا الموضوع ممكن نرجع لو ديرني جور دان كونداني. الوغ تخوازيام بوان، هاد لو تخوازيام بوان ممكن انني نديرو في لي ديفلوبمون، ممكن نخليه لا كونكلوزيون. يعني عندي الحق يا اما نخدم به في لو ديفلوبمون يا اما نخدم به في لا كونكلوزيون. دونك هادشي اللي عندي في لو بلان كونسيسيف. الوغ دابا غندوزو لو بلان ديالكتيك اللي هو تخوازيام بلان.
J'ai deux idées opposées, une thèse et une antithèse. NND, deux idées qui sont opposées. Juste l'afkar mu'arida, mais donc neuf semaines. Voilà, on dit une thèse, liée autoroha, une antithèse, naqed autoroha. Voilà. Et juste l'afkar, les ma'ndomch neuf semaines, juste l'afkar, les mta'ardin. Alors, voilà un sujet. Certaines personnes voient que la peine de mort est un châtiment dissuasif. Mais d'autres trouvent qu'elle est inhumaine. Voilà. هنايا قلنا بانه بعض الاشخاص كيشوفوا بانه عقوبه الاعدام هي واحد العقوبه ان شاتيمون ديسيازيف جو ميكسكوز يعني واحد العقوبه رادعه مي ولكن دوتر تروف يعني ولكن بعض يعني ناس اخرين كيشوفوا بانها الي انيمان يعني واحد العقوبه غير انسانيه هاو هنا عندي كما قلت لكم في لو سوجي عندي جوج ديال الافكار هاو هما Premièrement, la thèse liée à l'autoroha, n'est-ce pas le nom qui dit que la peine de mort est un châtiment dissuasif. C'est ce qu'on appelle les partisans. N'est-ce pas le nom qui dit que c'est les partisans, c'est-à-dire les mu'ayyidins. Parce que les mu'ayyidins, la عقوبة l'Adam, qui dit que la عقوبة l'Adam est une عقوبة radia. C'est-à-dire que quand tu عاقب واحد الانسان بعقوبة الاعدام, يعني كتردع واحد اخر, واحد اخر ما كيبقيش كيفكر انه ارتكب جريمة لانه كيعرف المصير ديالو. دونك هذه هي لا تيز هي الاطروحه الفكره الاولى وراه خرجناها من السوجي الفكره الثانيه اللي هي لونتي تيز ناقد الاطروحه لا بين دو مور اي انيمان يعني عقوبه الاعدام هي غير انسانيه اشنو كنسميو الناس اللي كيقولوا هذه الفكره اللي عند لونتي تيز كنسميهم لي زوبوزون يعني المعارضين يعني هما ضد كيشوفوا بانه عقوبه الاعدام هي واحد العقوبه غير انسانيه الوغ غنشوفو دابا كيفاش غادي نخدم في لو تيكست ارغيمونتاتيف كيفاش غادي نصاوب الافكار ديالي دونك عندنا لانتروداكسيون غندوزو لو ديفلوبمون لو ديفلوبمون فيها 3 بوين الوغ هنايا غنديرو لا تيز غنشوفو اللي هي لا بين دو مور ايت ان شاتيمون ديسيازيف يعني غادي نشوفو هنا شكون المؤيدين تيقولو بانه لا بين دو مور ايت ان شاتيمون ديسيازيف بان واحد العقوبه رادعه وخصني نعطي واحد 3 ou bien 2 arguments. اللي قدرت عليه بلا استطاعه ديالي قدرت نعطي جوج نعطي جوج قدرت نعطي ثلاثه نعطي ثلاثه يعني خصني يكون واحد ثلاثه ديال الحجج اللي كيدافعوا اللي كيقولوا بانه راه عقوبه الاعدام هي عقوبه رادعه فوالا دونك دوزيام بوان غندوز الناقد الاطروحه غندوز المعارضين ديال الفكره الاولى حتى هما غادي ندير فوالا غندافع على ديك الفكره اللي كيقولوا بانه لا بين دو مور اي انيمان غنحاول انني ندافع على ديك الفكره بواحد المجموعه ديال الحجج اللي كيبينوا فريمون بانه عقوبه الاعدام هي عقوبه غير انسانيه فوالا نعطي ممكن نعطي جوج ديال لي زارغيمون ممكن نعطي ثلاثه على حسب الاستطاعه ديالي الوغ تخوازيام بوان اللي هو مون بوان دو في مون بوان دو في الوغ هنايا كنعطي الراي ديالي الشخصي واش انا مع لي بارتيزون ولا مع لي زوبوزون واش انا مع المعارضين ولا مع المؤيدين ولا معاهم بجوج يعني ممكن انا يكون مع او ضد في نفس الوقت يعني هاد لو بوين دو في ممكن نديرو في لي ديفلوبمون ممكن نخليه لا كونكلوزيون يعني على حسب انا اشنو بغيت لو بوين دو في عندك الحق انك ديبلاسي فين ما بغيتي واش تخليه في لو ديفلوبمون واش ديرو في لا كونكلوزيون دونك انت والاختيار ديالك نتمنى انه هذا الشيء يكون فادكم ان شاء الله غادي نحاول انني نخدم على لي زوتر بلان في واحد لا فيديو اخر يعني حاولت انني نشرحه بواحد الطريقه اللي بسيطه وسهله وفي المتناول ديال الجميع كنتمنى انه الفكره تكون وصلت جميع بالنسبه للانتروديكسيون او لا كونكلوزيون غادي نحاول انني حتى نديرها واحد لا فيديو اللي غادي نحاول نشرح لكم اشنو كدير في الانتروديكسيون واشنو ممكن دير في لا كونكلوزيون وغادي نحاول نعطيكم واحد المنهجيه بوغ شاك بلان ان شاء الله وكنتمنى انكم ما تنساوناش من الدعاء وما تنساوناش وما تنساوش البارطاج وما تنساوش الدعم ديال القناه ديالنا